تمكن نادي شباب من التعادل مع ضيفه العربي بهدف لمثله ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري زين الممتاز لكرة القدم، وحصل الشباب على النقطة الثانية له في البطولة، فيما رفع العربي رصيده إلى 4 نقاط. وفي لقاء آخر فاز نادي خيطان على نظيره الفحيل بثلاثة أهداف نظيفة في ختام مباريات الجولة الثانية، ليرفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط بالمركز الثاني بفارق الأهداف أمام العربي والقادسية، فيما بقي الفحيل عقب الخسارة عند نقطة واحدة بالمركز قبل الأخير.